قبل ما نبدأ بالاتصالات بناخد من رسائلكم. رولا بنت أمال مواليد 20/8/1980. رولا بنت أمال، رولا ما اجت معنا هداك الأسبوع، احكينا عن معنى اسم رولا. اسم رولا، هلأ رولا بنت أمال ما بيثبت مع محبس، ودائما بينكسر محبس لو بدها تتجوز 10. ما بعرف إذا هو شو وضع، بس وضع العاطفي مدمر، لأنه عندها اسمين صعبين، خاصة اسم أمها واسمها. فأنا فضي لحتى هي حاطة أنه كان عندها زواج وطلاق، مش واحد، حيكونوا 10. إيه؟ هلأ عم بقلها إياها، لو بتاخد 10 بدها تطلق. يعني كل يعني ما بنصحها تتجوز قبل ما تعمل اشياء لحتى تتخلص من هذا الموضوع، لانه عندها مشكله بالقرين، والقرين كل ما تتزوج بده يترك العريس، حرام. فمشان هيك اول شيء، اول شغله تعملها تطلع على روا، بس تكسر النحس باسمها، لانه اسم امها في نحس اسم امل وامال، في هون يعني تعب بحياتهم كثير، وبيعكسوا النحس على اولادهم، يعني بيعطيهم النحس. يعني ما ضروري تكون هي امل وامال منحوسه، يعني هي نحسه، لكن الاسم بيعكس النحس على اولادها. فمشان تطلع اول شيء على روا وتحكيني تحت الهواء، لانه في اشياء لازم اعطيها، بدها تاخذ وقت كل عليها. بس انا بقول لها وضع العاطفي مدمر اذا ضلت هي على هذا. وعمليا؟ عمليا وين ما بتروح بيحاربوها، بتقعد فترة بترجع بتترك، بتقعد فترة بترجع بتترك. بس هلا هي ناوي تعمل شغل جديد. رولا انت ناوي تعملي شغل جديد، فيعني تعيشي يعني لشغلك لنفسك احسن من انك تشتغلي مع حدا، لانه دائما حيطفشوك. لو بدك تروحي بدك تكوني انت مسؤولة ومديرة، بدهم يطفشوك. ففضل انك تعملي شغل جديد اذا قادرة. اذا مش قادرة عالجي حالك لحتى تقدري تستمري بحياتك العملية وبحياتك العاطفية، لانه اثنين ما بتكون مرتاحه فيهم. رولا نزيه ابن حياه عن العمل. العمل ايه، لانه مسكره معه هلا، له 6 شهور بلا عمل. ايه مسكره معه، وهلا خلينا 4 اشهر زياده بتزعل شيء. ايه في 4 اشهر بعد زياده لازم يمروا عليه 10 اشهر لحتى تفتح اموره، خاصه بهذه السنه 2018. بدك تقطع على شهر 2، انا بقول لك ان شاء الله، ان شاء الله يكون قبل، بس لشهر 2 بقول لك تمضي على ورقه. لازم يمرقوا هال 4 اشهر بعد فوق ال6 اشهر، لازم يكونوا 10 اشهر، وان شاء الله 6 اشهر قلتي لي بلا شغل صار. أيه. لازم يكونوا بعد 4 اشهر، لانه هلا نحسب باسمه على اسم امه. ممكن يتاثر شيء؟ يمكن هالقعده تاثر على شيء ثاني؟ لا ما يوعد حياته العمليه العائليه الاجتماعيه كله بياثر. انا اقول لك لا ما بياثر، يعني الواحد لو قعد جمعه بلا شغل على نفسيته بتاثر يعني. بس هو شاطر، يعني بضل يفتش على شغلات بسيطه يقدر يعتش منها، ما حينطر. هو ناطر يمكن وظيفه، ناطر شغله منيحه، مش انه شغلات بسيطه بس بيطلع هون وهون. وبفتكر يمكن عايش من شيء مخبيه نزيه معلي، انه شو سره، شو سره يعني شوي، يعني هو دائما بيعمل حساب بكره، فيمكن عايش على القله هلا من اشياء مخبيها. برافو عليه، مش غلط، بس لانه عامل حساب هيدا اليوم. بس هو حسد وضاربه على فكرة نتيجة، بس بتطلع منها بعد 4 اشهر إن شاء بس الله. ما ييأس، يضلوا يحاول. لا ما حدا ييأس من هلا، بركة بتفتح قبل. أمينة بنت حادة مواليد 30/4/73، عن الزواج الصحة والعمل ملاحظة تعبانة كتير. ايه هي هلا مين ما تعبان يا امينه، كنا تعبانين، كل العالم تعبان. يعني بدك تطولي بالك انت بسويت هالناس، بس امينه قويه، وانا حكيت عن اسم امينه، بتدبري حالك ما تخافي. بس انت يمكن هلا ستريس اللي عاكس عليك والكابه هي اللي متعبتك يا امينه. صحيا ما عندك مشاكل صحيه، بس برجع بقول لك الكابه، لانه الكابه اصعب من المشكلة بالجسم، عرفتي كيف؟ لأنه بهذه بتضرب الجهاز العصبي، بتضرب لك العصب كله، مشان هيك بتحسي حالك أوقات إنه بقول يا ريت بروح من هالدنيا لأرتاح. لا ما بدك توصل لليأس. أنت من هون لشهر، يعني هلا كنت عم بحكي عن المي الورد والثلج، أنت بتناسبك لمدة 30 يوم، بعد 30 يوم كل شرايين جسمك بتتفتح، ما بقعد عندك هذه الكآبة اللي انت عم تحسي فيها، وبتلاقي كل شيء حلو حواليك. بس من هون لشهر 11 في شغلتين حلوين بيغيروا لك اياهم. هي عاطفيا بيتغير شيء عندك عاطفي، بس في شخص بده يدخل حياتك، هو صديق هو حبيب، بس تفرحي بهذا الشخص ان شاء الله. عندنا هديل بنت سناء، عن الزواج والرزق بدها تعرف. بدها تسافر هديل. هديل انت ما بتعدي بارض وحده، الارض اللي انت قاعده فيها بتغيريها على ارض ثانيه، وبتاخذي شخص على سفر ومعه باسبور اجنبي ان شاء الله يا هديل. بعدين رزقك واسع، ما بتحتاجي ابدا ابدا لاي حدا، انت بتشتغلي وبتطلعي رزقك بايدك، يعني بتنجحي عمليا
اكتر ما اني انت هلا ناجحه عاطفيا، بس العاطفه لقدام حلو ان شاء الله. عندنا زهراء بنت ظمياء مواليد 27/4/82. ما بعرف اذا عندها شي دراسه وقفتيه فتره بدك ترجعي تكمليها. زهراء في شي بالدراسه بدك تكملي؟ 2019 ناطرك ثلاث اشياء، ماديا بتتحسن كثير، في شي علمي بدك تكمليه، عاطفيا في مفاجآت عاطفيه لإلك او لحد من افراد عائلتك، بس بدك تبكي دموع فرح. وبعدين زهراء لازم بالالف واللام، الزهراء هو اصل الاسم الزهراء، بس يشيل الالف واللام راح استعد من هالاسم، هو ساعد الالف واللام. فهي مين ما حدا قال لها شو اسمك تقول له الزهراء، يعني تلفظ هي بالزهراء لحتى القرين يسمع الاول الاسم الالف واللام، صدقيني بتفتح وانت نادي حالك الزهراء مش زهراء، ليفتح الرزق رزقين والسعد سعدين ان شاء الله. 12/4 علي ابن رند مواليد 12/4/83، مخطوبين من 5 سنوات، عن الزواج متى والرزق والسفر. مين خاطب هو؟ ما بعد علي ابن رند خاطب، بس يا ريت شفت الاسم اللي بدها تكون هي عندها المشكلة عم تأثر. لحظة أنا مضيعة، سوري يا جماعة، أنا زهراء بنت ظمياء هي خطيبته لعلي ابن رند. لكن اوكي زهراء بنت ظمياء 27/4/82. هذه اللي قلت لها اياها بالعاطفه ب 2019 في هن ثلاثه، انه المال بيتحسن عندها، في شيء بالدراسه، والعاطفه بدك تتفاجئ ان شاء الله. بس قال ليش قلت لك بده يكون في مشكله عند البنت؟ الف واللام هي اذا ناداها بهالاسم، هو اذا سمعنا علي ناديها الزهراء صدقني فتح الرزق رزقين والسعد سعدين، وحتى بتم الزواج قريبا ان شاء الله. لانه هي بس تشي بس دائما زهراء ينشال الف واللام بتاثر على الرجل، بيوقف رزقه، بيوقف حياته، بيوقف، بتصير بتعاني مشاكل. فما ما تشيلوا الالف واللام من هيدا الاسم، هو ساعده ساعد هالاسم هو الالف واللام، لانه 31 هو ال 31 جمعهم 4، بس يجي اول اسم رقمه 4 يبقى السعد فيه. اول اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. يعطيك العافية اختي منى. حنان تفضلي. يسعد قلبك يا اختي منى. بدي اسالك عن احمد ابن حنان، مواليد 26/11/87، وبدي اسالك عني حنان بنت عفاف 20/10/67. هل 67 طيب. اختي احمد يعني الله يبارك لك فيه، احمد كثير حنون، ويعني بيبقى العمر كله بيساندك، يعني ما انه بيحب نفسه مثل احيانا يكون الولد بيحب امه بعد فتره بيغير عنها، او بتيجي الست بتلهيه، او بتيجي ما بيشي بيلهي عنك ابدا. لا احمد، احمد كثير بحبك. بعدين ممكن تزوري مكه انت وياه ان شاء الله يا ست حنان. بعدين ربيتي وتعبت عليه كثير، هلا مش هقول لك قصه حياتك لانه انت كثير تعذبتي بحياتك، وكثير تعذبتي لطلعتي بهالولد بهالدنيا، بس عنده خطوه هلا جديده بده يقوم فيها، وكانه هو عم عرقلينه اياها، او ناطر خبر هذه الخطبه العمل او هذه الشغله ناطرها بدها تزبط معه ان شاء الله. ايه بس ينطر لشهر 11، في امور كثير بدها تتغير عنده لاحمد، وحياته على سفر باذن الله، وبيحمل حتى اوراق غير ارضه. بالنسبه لإلك انت حابه تغيري البيت، وهذا البيت مأخر شوي، ممكن 2019 بنص يكون عندك خطوه بيت جديده، وحابه تعملي شغل، الشغل كمان حيتيسر عندك بشهر 12 ان شاء الله. في عنا قبل ما ناخذ اروى، سوزان بنت تهام، اسمها سوزان. سوزان بنت تهام عن العاطفه، مواليد 2/7/76. شو حابة نعم. تسأل العاطفة عن الاسم إذا مناسبها، وعن العاطفة وعن كل شيء؟ لا الاسم مش مناسبها أبدا، والعاطفة مسكرة عندك حبيبتي، لأنه بس وحدة تقول لي اسمها سوزان بعرف إنه بدها تسأل عن العاطفة. سبب تسكير اسم، تسكير العاطفة عندك حبيبتي هو اسمك، اسمك أنا ما بحب السين والواو، هذا السوق من وين بده يجي السعد طالما بأول اسمك سوق. ها هذه اول شغله، هيك كانوا يقولوا العرب عن اسم سوسن على فكره، او سوهاب، بس هي اخذه من سوزان. ايه اخذه من سوزان، سين والواو، مين باسمه سوسن؟ سوزان عنده نفس هذه الحاله. فلما سالوا عن اسم سوسن احد العرب سالوه، انه قالوا منين بده يجي السعد طالما اول اسمك سوق؟ وهلا سوزان نفس الشيء، سين والواو هن السوق بالاسم، فمشان هيك تطلع من اسمك تطلع على ورد، تطلعي على جنى، بس انا بفضل ورد. ورد ليه بختار دائما اسم ورد؟ ورد بيمشي على كل الاسماء لينا، لو اسم الام ضعيف، ورد في عنده الهوى
والماي والتراب، يعني حمل ثلاث اشياء ليعيش الورد، بياخذ ثلاث اشياء بالحياه. اذا هي اخذت هالثلاث اشياء باسمها يبقى اخذت ثلاث ارباع الكونج، بيبقى النار. نار انا شو بدي فيه؟ كل النار موجود بالسين والواو اللي عم يحرق لك كل حياتها العاطفيه وحياتها العمليه، ودائما عندها مشاكل مع الاصحاب، ودائما عندها مكايد منه، ودائما بيقلبوا عليها بحبيبتي عيني اول يومين سوزان، بعد يومين بيغاروا منها، بيعملوا لها مكيدة ليشيلوها من دربهم. فهي كل من اول اسمها النون ناري والسين ناري والواو ناري والالف ناري. من وين بدها تشوف هيدا؟ سامر ورامي اخوتها سريعا، فينا نقول لهم كلمه كلمه؟ سامر ورامي. سامر ابن تهام ورامي ابن تهام. رامي خطواتك منا سريعة، بدك تتعب شوي لأنك أنت منظور، بس بتوصل لنجاح. سامر ما في عليك أي خوف، بتفتكر يمكن مدام تهام سألت مرة عن ابنها سامر، قلت لها ابنك سامر كثير مهم واسمه كثير منيح، ما في خوف عليه، وبيتنقل من أرض لأرض، لو كان برا بيتنقل بمقاطعات كلها، وحتى بيطلع من بلد لبلد، وحتى بشوف بريطانيا. رامي بشوف أرض تانية، بس ما ضروري بريطانيا، بس كمان بغير من رزق لرزق، بس بتعب هونيك. لا سريع مثل السهم ما شاء الله. عنا اتصال. ألو ألو أروى أروى تغريد. الو ما كنت تغريد رنا فلسطين كان دائما تتصل فينا. رنا اهلا كيف؟ ايوه رنا كيفك؟ اهلا وسهلا تفضلي. كيفك جمانة؟ الحمد لله. انا رنا الان بدي اسال عن بنتي. بنتي مواليد نوفمبر 5 96، وانا الام رنا راه نون الف. بدي اسال في الدراسه، عمالها كثير تغير، من كانت في بيولوجي راحت كيمستري، ما بعرف عشو شو شايف فيها بالاخر، وين بدها تصفي. سوري ترجع تقولي لي اسمها لو سمحتي. اسم بنتي شين الف دال نون شادن. شادن اوكي. شادن حلو. شادن بنت رنا مواليد 5 نوفمبر 96. يعني. انا تاريخي May 28 71. اوكي هذه ذكرتني ب. احكي لي كل شيء عنها، شوفي شو شايفه لي لهالبنت لو سمحتي. لك البنت هي يعني ذكرتني هلا شادن بشيء كنا نسمعه غزالي شارد بالبلد، وسالت الناس، فدائما هي عندها تنقلات، هي ملول البنت، مش انه ما عارفه تختار، لا ملوله، بتعمل الشغله بتمل منها، مش انه ما نجحت فيها بتمل، ما بعد الى خلق تكمل، بترجع تعمل الشغله ثانيه كمان بتمل، عندها ملل مستمر. هذه اللي هي اللي عم تعاني البنت، بس هي مش عارفه، بتفتكروا انه هي مش عم تنجح بشيء، مش ولا ما عم تختار المضبوط، لا عم تختار المضبوط، بس هي عندها ملل البنت. يعني كمان ما بعرف اذا تحت عملي تحت الهواء اتصال لك شو تعملي لها، لانه البنت في عندها شيء عم يوقف لها هذا الموضوع. حبيبتي ما في شيء بخوف، هلا وين بدها توصل بالنهايه؟ اذا شالت هالحاجز عنها اكيد بدها توصل للطريق الصح، لانه هي في مشكله عم تخليها تحس بهالملل، ما عم تخليها تكمل طريقه، وخاصه بكره بالرجال هيك اول واحد بتحبه بتقول كثير منيح يلا بدي اخذه، لا ما عجبني بدي تتركه، بترجع بتاخذ تشوف الثاني بترجع بتتركه، لانه عندها مشكله ما بخليها تكمل هدفها. ما في شيء بخوف على بنت كرن شادن، بس عندها شهره، هيدي عندها موهبه، بتعيش من موهبه اكثر ما بتعيش من علمها. بكره ذكرني. تغريد تغريد سريعا عن نتيجة. كيف انت؟ الحمد لله تفضلي. سريعا يلا سريعا. حضرتك من فلسطين؟ ايه. حبيبتي الله يسعدك. انا 1 5 70 ووليد ابن فريدة 1 7. عاد نسيت. انت بتعرفي تاريخ ميلاده لوليد؟ ما بيهمني تاريخ الميلاد، بس عارفة قصته لوليد. بعده على حاله؟ بعده، بس انا بنالي وشغلي الاولاد، بس هو ما رجع بعدها معاها لبن فدوى. طيب هلا شوفي، فات اللي ما بقول لك، فات الكثير ما باقي الا القليل يا ست تغريد. بالنهايه قلت لك انت رح تنتصري، واللي انت طالبتيه من هالشخص واللي انت بدك تجيبيه من هالشخص حيكونوا عندك ان شاء الله، مش ضروري نحكي كل شيء على الهوا. بدك شويه وقت، انا بعد ما بعرف بتذكر حساباتك ولا هلا بعرف حساباتك، بدك شويه وقت وبتوصل للهدف اللي بدك اياه. بعدين في حدا بده يسافر من احد
اولادك ان شاء الله لبرا باذن الله، وحدا من برا بده يجيب لك رزق لإلك خاص فيك، بس وليد راجع ان شاء الله ما تخافي. شكرا جمانه، بنشوفك على خير بحلقه الاسبوع المقبل، الى اللقاء.